أكيد عليها. حننتقل لفقرتنا التالية وضيفتنا التالية. لا يتجاوز الاهتمام بسلامة الغذاء لدى الكثيرين فكرة التخلص من الحليب منتهي الصلاحية أو غسل الفواكه والخضروات، وعلى الرغم من أهمية هذه الإجراءات إلا أن هناك العديد من الأخطاء الشائعة في سلامة الغذاء التي يمكن أن تؤدي إلى عواقب وخيمة. لنتعرف أكثر على أبرز الأخطاء الشائعة التي تسبب فساد الغذاء. معنا الدكتورة بثينة الأشقر، اختصاص علم أحياء دقيقة. أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. الله يسلمك. صباح الخير دكتورة. صباح الخير. أهلا وسهلا فيك. يعني بالبداية كثير في أخطاء شائعة بترتكبها ستات البيوت، وهي يمكن النظافة الزايدة اللي بتؤدي لأضرار للأطعمة. خلينا نحكي يمكن عن أهم النقاط الأساسية اللي لازم نركز عليها ونوعي فيها ستات البيوت. أول شيء صباح الخير. صباحك. ثاني شيء، أمهاتنا علمونا شيء صح من زمان وهن ما بيعرفوا ليش اصلا، وبعدين علمونا شغلات غلط لازم نصححها فيما بعد. يعني مثلا بالنسبه للحليب، الحليب المفروض انه ينغلى بشكل كثير كبير وبعد الغلي ربع ساعه. هلا انا بقول ملحوظه صغيره انه الغلي هو أسوأ انواع التعقيم. يعني انت صحيح نحن عم نقتل بكتيريا بسبب الحمى المالطيه، بس كمان عم نقتل البروتينات اللي فيها. الحل انه ناخذ مبستر، حليب مبستر. كمان الجبنه نفس القصه، الجبنه لازم تنغلى 7 دقائق لثمان دقائق، مش مع هيك عم نقتل البروتينات. فالحال كمان البستره، يعني البستره بدرجه حراره قليله مع صدمه بروده ممكن نحن منزيد كل شيء منزيده بنغليه مشان تروح البكتيريا اكثر. بيقول بتروحوا البروتينات هيك نحن بنعمل. دكتوره كمان في انه نحن لازم نغسل الخضروات والفواكه وحتى البيض، لازم نغسلهم احيانا بالصابون او سائل الجلي او اي شيء فيه. يعني كثير من السيدات بيستخدموا هالطريقه، انصحينا على الطريقه الانسب والاصح وخلينا نقيم هاي الاخطاء الشائعه بغذائنا اليومي. اول شيء انا لازم احكي عن شيء خطير جدا اللي هو البيض. البيض قد ما انه مفيد قد ما في عليه، يعني لما نحن بنشتري البيض عليه اوساخ ما بصير نروح نغسله. لما بنغسله بنفتح المسامات وبيدخل بكتيريا اسمها السالمونيلا اللي بتسبب التفقيد. عشان هيك نحن لازم ناخده نظيف او من هذا المغلف، يعني نريح بالنا وناخذ مغلف هن بيكونوا معقمينه بشكل جيد. يعني نحن ما نستخدم ولا نغسل البيض ابدا ابدا، نجيبه نظيف ومغلف ونستخدمه. ما نحطه بالاوساخ تبعه كمان انه لانه انت حاططيه بباب البراد، كل ما بدك تفتحي باب البراد وتسكريه بده ينزل الاوساخ على وجنبه الليمونه. وجنبه الليمونه الاساسيه بالبراد السوري دائما. وبعدين يعني انا من الناس اللي بحب الاومليت، بحب البيض المو مقلي كثير، لازم ينقلى كثير، لازم ينسلق كثير، لازم مثلا العجينه اللي فيها بيض، مثلا في ناس بياكلوا عجينه بعد ما يعني بيزيد عجينه من الكيك من الهاد بروحوا بياكلوها، هي فيها بيض ني، فالمفروض انه ما نقرب عليها نهائيا. يعني هي بالنسبه بالنسبه للخضروات، في شيء معقمات برمنجانات بالصيدلية مثلا، بس أنا بنصح مثلا دائما بنعملها بالبيت، البقدونس ننقعه بخل، هذا بيقتل بكتيريا 100% بس بغير الطعم شوي. نحط ملح لمدة نصف ساعة مثلا، فممكن انه نقتل البكتيريا بهالوقت. ما نستخدم الكلور لا بالجلي ولا باي شيء، يعني الكلور اذا علق تحت الاظافير مثلا تعاسه البيض. لا بتحسي الجلي ما له نظيف اذا ما جليتي بكلور، هي اخذناها من امهاتنا واجدادنا. هذا الغلط اللي عم بقول لك، يعني اذا ريحه الكلور ما انتشرت بتحسي حالك انه ما نظفتي البيت. ممكن لهجه ما تكون بقعين كلور، ما بتحسي حالك انك اشتغلتي بهذا اليوم. بالاستنشاء وبالتعامل كثير خطير الكلور. فيعني الكلور بخلق للحمامات بس مو للاكل مثلا. اما الخضروات انت اذا بدك تحفظيها منيح ما نغسلها اول ما نجيبها، نحطها بورق، ورق عادي، نلف هذا الورق ونحطه بالثلاجه تحت بالدروج اللي تحت مو اللي فوق. على الخضروات دكتوره، في منهم مثلا الخضروات اللي بتنقسم مثل الليمون والفواكه مثل البرتقال كذا، ما بيغسلوهم لانه انه هي حتتقشر، شو بتقولي؟ انا بقول بس بدهم يقشروها لازم يغسلوها. وملحوظه كمان جدا مهمه انا ملاحظه كثير وين ما بروح، انه مثلا تفاحه جانبها بيكون معفن شوي، بيقوم بيقسموا التفاحه بيكبوا المعفن بيخلوها. هذا اكبر غلط، لانه التوكسينات او السموم
تبع الفطريات وصلت لكل التفاحة، بس حظ هي القسم هذا القسم انه تعفن. بس هي كل التفاحة سام المفروض رمية، هي والمخللات اللي بيكون عليها تعفن هذا لازم نقيم كل المخلل نغير المي تبعه ونرد نرجع، مو نغسل بس الخياراي اللي عليها مثلا تعفن. فهذا شيء أساسي بالنسبة للخضروات وللهذا. نعم دكتورة، كثير بنشوف هلا فيديوهات على الفيسبوك خاصة إذا بديك تروحي الدهون حطي شيء بالمايكروويف أو بحرارة المايكروويف. نعم. وتسخين الأكل بالمايكروويف وأشعة المايكروويف يلي هو دخل على حياتنا ولغالنا كثير قصص موجودة، إن كان بجودة الأكل ولا بطعمه بيختلف. نعم. كليا يعني خلينا نحكي، هل هالشيء بيأذي؟ هلا الميكروويف عليه جدل كتير كبير من وقت ما طلع لهلا، وانا بقول التسخين احسن شيء التسخين على الغاز. يعني خلينا نرجع لامهاتنا واستخدام امهاتنا، تسخين على الغاز بس اعاده التسخين هو اللي غلط. يعني نسخن على القد بس بدنا نعيد التسخين بيقوم بيطلع بكتيريا اسمها بوتيلينيوم، هي اللي كتير سامه اذا نحن وخاصه اذا الاكل فيه لحم. نرجع للميكروويف، الميكروويف عباره عن امواج ممكن عم تتحول لطاقه حراريه. فمنظمة الصحة البريطانية مثلا عم تقول انه لا ما بيأذي، بس في كتير ناس عم تتوسوس انه هي اشعة وهي ما بعرف كذا. في جدل، في جدل بالموضوع، بس يعني لهلا ما نحل الجدل انا بالنسبة لي التسخين اهم بكتير من بس اذا كان واحد مستعجل الصحن هذا الصحن ما راح، والصحن لازم يكون طبعا ازاز بلاستيك، هي اهم شيء مو بلاستيك وما يكون فيه ذهبي وما يكون فيه يعني في له شروط اخر. اكيد دكتوره خلينا نحكي كمان على نصايح، مثلا في عالم تطبخ بتدوق بمعلقه وبترجع بترجع الطنجره، قديش هذا الشيء غلط يعني طبعاً. قديش بياثر هاي الجراثيم على كل عائلتها. شو بتقولي لهي السيده؟ انا بقول بس من روس الشفاف كب تحط المعلقه بالمجلس بالكبيره لا بالكبيره هي بتدوق بتدوق بالكبيره. فهي لما دقت وحطت فيه، نحن عندنا بكتيريا بتمنا، يعني هاي البكتيريا ممكن تكون نافعه لنا بس لما بتنتقل لناس ثانيين بتصير ضاره. البكتيريا امتى بتصير ضاره؟ لما بتنتقل لجهاز ثاني او تنتقل لحدا ثاني. فهي عم تنقل بكتيريا سامه جدا، يعني ممكن تؤدي لتسمم غذائي. كمان هاي السيده اللي بتدوق اكله مثلا خاصه صلاحيتها، يعني بدها تدوقها او تشمها، هي بيعطينا تسمم غذائي بعد منا لا يحمد عقباه يعني فيما بعد. فمشان هيك يعني لازم تدير بالها بكثير شغلاته. والسيده اللي عندها طفل وبتجي قال بتبرد له تنفخ كل البكتيريا اللي عندها تنفخها على يا ريت يا مختصره على الاكل بدل ما تحمي ابنها وتكون يا ريت مختصره بس عن نفخ في تفاصيل ثانيه ثاني انه ذوق وبعدين بعطيها وباكل اللعبه بعدين بعطيها بلوشه دكتوره مثل ما بنسميها الدفه بنقطع عليها كل شيء الفواكه الخضره اللحمه الدجاج كل شيء بنقطع لا في ستات بيوت بيعملوا للحمه والبصل جهه وللخضروات جهه هي بينتقل ولا ما بينتقل طبعا الجراثيم. طبعا انا بقول لازم يكون في دفه خاصه للحوم والدواجن والاسماك وخاصه الدواجن هي السالمونيلا اللي فيها خطيره جدا بتسبب تفقيد فورا حتى يعني. لو غير وش حتى يعني خلينا نقول انه نعقمها منيح يعني قبل ما خلي دفه للخضروات خلي دفه للحوم. طيب دكتوره يعني كيف ممكن تتعقم بالطريقه الصح برايك؟ هي في عندنا معقمات مثلا في عندنا معقمات خاصه في هون انا بقول خليني استخدم شوي كلور خليني اقضي على بكتيريا تكون سامه جدا يعني تمام. وفيما بعد فوق منها ليفه الجلي ممكن نروح عليها. اكيد دكتوره في مثلا كمان سيدات عندهم عزيمة بعد أسبوع بعد 15 يوم فبيطبخوا الطبخة قبل بوقت وبيحطوها بالفريزر، كمان شو رأيك بهذا الكلام وهي الطريقة صح ولا لا؟ هلأ الأكلة ما لازم تنحط أصلا بالفريزر، واللحمة تحديدا يعني ناخد اللحم على القد نشتري الأسماك على القد. يعني هلأ بدي أطبخها هلأ باخد مثلا بيلزمني نص كيلو لحمة لازم أخد نص كيلو لحمة بالفريزر. إذا بدنا نفرز اللحمة لازم ما تكون مفرومة ناعمة مثلاً أو مفرومة خشنة، مفروض تكون قطعة كاملة إذا بدنا إياها بعد 10 أيام.
إذا تغير لونها وحست إنه تغير لونها أو رائحتها فوراً هي بتغسلها بالماء والخل وتحطها بالفرن. هاي طريقة كتير ممتازة لأنه تتجاوز، بس مو تكون يعني زرقة مثلاً صارت زرقة لا، يعني متغير لونها شوي أو رائحتها ممكن بالماء والخل نقضي عليها. دكتورة كتير هلأ صار في معطرات الأرض بحطوها بالجلي، بحطوها بتنظيف الحمام، بحطوها للأرض، بحطوها لكل شيء. هي ممكن كتير تأذي، هي مو ممكن أكيد تأذي البشرة، بس هي هل تعوض عن المعقمات؟ هي بس مجرد لا ما بتعوض كتير دارجة إنه معطرات الأرض نحطها بالجلي، هي بتجي بعد المعقمات. يعني إذا بدك ريحة بيتك يكون حلوة يعني مثلاً فبتنحط المعقم، ما أنا معقم ابدا، يعني هذا معطر فقط ما أنا معقم يعني. دكتوره كمان في كثير من السيدات نص ليمونه نص بصله، يعني اي شيء نص بيتركوه مثلا السلطه للطبخه الثانيه. شو رايك انت بهاللنصاص اللي عم بيحطوها بقلب البراد او برا مع البصل والثوم؟ نص ليمونه إذا أنت ريحة البراد مثلا ما حلوة بتحطي نص ليمونة فعلا بتروح نص. أما البصل تحديدا البصل لازم تستخدميها كلها، لأنه بعد نص ساعة رح تتحول لمادة سامة مباشرة. هلا الثوم ما بتحمل تحول لمادة سامة، أما البصلة ما لازم تستخدميها وأنت مثلا السلطة ما تخليها لتاني يوم لأنه فيها بصل أصلا يعني، فهذا جدا مؤذي فيما بعد. دكتورة طريقة الحفظ بالبراد، نعم. كثير بنشوف ان السيدات بتطبخ الطبخة بخلصوا غدا وبتحطها مثل ما هي بالطنجرة بالبراد، او ممكن تفضيها ممكن بعدها تكون يعني سخنة. هل هذا الشيء صح ولا غلط؟ هلا مو صح بالنسبة لل بتنزع طعمة حتى لو ما في بكتيريا بس تنزع طعمة الطبخة، بالاضافة لانه بترهق البراد. يعني براد هو فقط لانه يكون هو بارد شوي، اما لما بتحطي له سخن بيعمل جهد اكبر فيما بعد انه هو يبرد هي بتسرع بالعفونه يمكن. نعم ممكن ممكن الفاتره ممكن تسرع بالعفونه. بنسمع دكتوره عن اكلات ما بصير تتسخن، مثل مثلا عندنا السبانخ بيقولوا خلص بتنطبخ بتتاكل والباقي ينكب، لانه اذا تسخنت بصير فيها جراثيم وفي بصير فيها مشاكل. شو رايك انت بهالكلام؟ وخلينا نحكي كمان عن اكلات ثانيه غير السبانخ ممكن تؤدي لاضرار اذا اكلناها وسخناها مره ثانيه وثالثه. هلا التسخين مره ثانيه ما تكوني انت اكله منه وسخنتيها مره ثانيه، هي اهم شيء. يعني خلينا نتفق انه التسخين مره ثانيه ما بيصير، وانا حكيت لانه هذا في جرثومه اسمها البوتولينيوم بتنمو مباشره بعد التسخين. بالنسبه للسبانخ والخضروات اصلا لما عم تسلقيها عم تروحي كل فوائدها، فبعد ما تسخنيها كمان روحتي كل شيء. فمثل ما حكينا على الحليب بنحكي على السبانخ والخضروات الثانيه. الخضره المفروض انت تاكليها يعني قدر الامكان نيئه الخضره لحتى تقدري تستفيدي منها. دكتوره قبل ما نختم مع حضرتك، دائما بالبراد ذكرتي انت تفاحه بيكون طرفها منزوع، بس دائما بنشوف خياره ودائما بنشوف بندوره حتى الشيء الاخضر مثل الخبيزه مثل الترخوم بينلفوا هدول وبينحطوا بالبراد، ولكن يمكن في شيء بيصفر بينشال وبيتاكل الباقي. هي هل هذا الشيء صح ولا غلط؟ طبعا حتى الخيار البندوره اي شيء كله هذا بس يصفر او يدبل دبلان قولي ممكن نقشره مثلا، بس يصفر هذا مباشرة المفروض انه نتخلص منه لانه خلص ما عاد فيه يخضور، ما عاد فيه فائدة غير عن انه يكون هو كريه. اكيد دكتورة خلينا نحكي نصائح اخيرة للسيدات اللي حطوا مونة، شو الاخطاء الشائعة بدب المونة خلينا نحكي عنها، ونحكي نصيحة اخيرة لكل سيدة عم تسمعنا. انا بقول النصيحة الاخيرة انه كل شيء ستريس بينعكس عليها، خلي روحها هي اللي تكون حلوة أكتر شيء، وما تخلي شيء سلبي يأثر عليها. ثاني شيء إنه خلي كل يوم مثلا تشرب ماء فاتر مع قطرات من الليمون كتير مفيد على الريق هذا، أو معلقة زيت أو مثلا كركم وزنجبيل بالزيت، هذا بيعطي مناعة لكل الجسم. لا تحط الأكل بأواني بلاستيكية، الأواني البلاستيكية فيها ثنائي فينول A هو ثنائي فينول يلي بيخلي فيما بعد ننصاب لا سمح الله بسرطان المثانة، خاصة المثانة هي، لأنه أنا عم شوف
في سيدات بحطوا ولهلا بحطوا بقنينه المي البلاستيكيه بحطوها بالفريزر، هي اخطر انواع الماء اللي ممكن انه يشربوه، لانه عم يستفز التوكسينات اللي بقلب البلاستيك. حتى لو يفرز للاستعمال المره الاولى هي جديده بعد ما انا مفتوحه، ما بصير تنحط تتجمد بالفريزر. لا هي ولا الكولا، اصلا الكولا ممنوعه اصلا يعني. فالاواني ما تجيب اكثر اغراض اكثر من اللازم، تراكمهم بالبراد، لانه البراد له طاقه وما راح يوصل التهويه البارده لكل الخضروات ولكل اذا كان عندي تراكم كثير فوق بعضهم البعض. دكتوره بحسك ما بتنصحي انه السيده تطبخ طبخه ليومين انه مشان ما تسخن اكثر من مره وكذا، لازم كل يوم بيوم تطبخ الطبخه؟ هلا ممكن يكونون ممكن يزعلوا من هذا الحكي، خاصه اذا كانت الطبخه كثير بتعذب يعني، بس هو كل يوم بيوم طبعا احسن، وخاصه اذا فيها لحمه يعني. انا باكد على اللحم وباكد على الخبز، ما يشتروا، هي النصيحه بس اخيره، انه ما يشتروا الخبز من الناس اللي عم تبيع. انا عم شوفهم لما بيفرضوا الخبز على السيارات وعلى الستاندات، هدول يعني اخطر انواع البكتيريا بتجي من الخبز هذا اللي بنحط هيك، ومن الدم لما بيذبحوا مثلا ذبايح على العيد ومدري شو، هي اخطر انواع البكتيريا اللي ممكن تطلع. دكتوره نحن اليوم كثير استفدنا من المعلومات يلي قدمتي لنا اياها، ونتمنى ايضا المشاهدين بدنا نتشكرك على الصباح الحلو. شكرا. يسعد صباحك. سعد صباحك. اهلا وسهلا. استمتعنا كثير دكتوره بالصباح معك، وعن جد لا يمال، شكرا لكل معلومه قلتي لنا اياها. شكرا لك دكتوره. شكرا كثير، وانا سعيده فيكم كمان. شكرا. شكرا لك.